وكيل وزارة النفط والمعادن المهندس شوقي المخلافي مع إدارة الشركة اليمنية للغاز في صافر التحديات والصعوبات التي تواجه الشركة، مؤكدا على ضرورة إيصال الغاز إلى كل المحافظات ومحاسبة المخالفين وإنهاء حالة الجشع وتعزيز عملية الرقابة. كما دعا المخلافي منظمات الأمم المتحدة والصليب الأحمر الدولي الوقوف على الانتهاكات الميليشيا بحقوق المواطنين التي تفرض أو التي تفرض الإتاوات وتتاجر بمعاناة الناس في السوق السوداء. وزعت اللجنة الطبية العسكرية بمحافظة مأرب 24 كرسيا متحركا كهربائيا لجرحى الجيش الوطني الذين يتلقون العلاج في مجمع النصر الطبي بمدينة مأرب. وتم توزيع الكراسي بحضور محافظ محافظة صنعاء اللواء عبد القوي شريف الذي قدم الكراسي للجرحى وقام بتوفير غسالة مركزية للمجمع الطبي، مؤكدا على مواصلة الجهود والسعي لتوفير احتياجات الجرحى الذين أصيبوا خلال المواجهات مع الميليشيا الانقلابية. التقى وكيل محافظة مأرب الدكتور عبد الرب مفتاح اليوم فريق اللجنة الدولية للصليب الأحمر الزائر للمحافظة برئاسة المهندس محمد مداغش، الذي كشف عن الفريق يحمل مساعدات للمحافظة تشمل 600 خزان مياه و 1300 قطارة لتنقية المياه، إلى جانب 8 خيام فصول دراسية كمساعدة للنازحين وغيرها. قام الدكتور الخضر ناصر الأصور رئيس جامعة عدن اليوم بجولة تفقدية لامتحانات القبول للسنة التحضيرية في كلية اللغات، اطلع خلالها على سير العملية الامتحانية التي تختتم اليوم، ووقف أمام الصعوبات والتحديات التي واجهت أعمال اللجان والطلاب.